اهلا بيكم معانا في اكاديمية العلالي. انا انجي. شيف خالد النهارده هيورينا باستا بالتونه، بس مختلف عن كل الباستا اللي بالتونه والسالادز اللي احنا عارفينها. المره دي هتبقى بالفواكه. فواكه؟ نعم. يا ريت تقول لنا بقى هنعمل ايه النهارده. نحن رح نستخدم الباستا بالعلالي، وعندنا الفلافله المنوعه، برتقال، الليمون، وعندنا المانجو، النعنع والكزبره، تونه بزيت الدوار الشمس مع الفلفل الحار. وهلا بما اننا حضرنا الدريسنج، ضفنا الليمون والبرتقال مع المانجا مثل ما شايفين هون. فينا نخلطهم مع بعض كتير منيح، مجرد عصر. ممكن كمان نهرسها بايدنا اذا احنا حابين، يعني نطلعها سريعا. اختار المانجا ازاي؟ انهي على اي اساس؟ اهم شيء تكون مستويه، اي نوع مانجا مش مشكله. لازم المانجا تكون مستويه. انا رح اضيف الكزبره عليها كده، تخلينا المانجا اللي بتقعد كتير في الثلاجه وتبتدي تبقى طريه. ممكن نستخدمها في ما هو نحن المانجا فينا بس تصير طريه كتير ومستويه، فينا نشيلها ونحطها بالثلاجه او الفريزر. الفريزر. انا هلا رح اضيف كمان البهارات معها. رح احط الفلفل الاسود بكميه كتير بسيطه، نطعم فيها بس. وعندي البهار الابيض كمان كميه بسيطه، شويه تشيلي باودر اللي هو فلفل حار. حيروح كتير منيح مع المانجا. فينا نضلنا نزيد زيت التون على حسب الحاجه. نحن يعني بدنا كثافه الدريسنج او الصلصه. وانا ما اقدرش اتخيل صراحه زيت زيتون مع المانجا. لا، لازم تجربيها لانه طعمه زيت الزيتون يتناسب مع كثير من الاكلات الموجوده بالعالم. حضرنا الفلافله الخضراء والحمراء، رح نجهزها دايركت هون مثل ما شايفين. حضرنا هون. هي السلطه دي هتبقى غنيه جدا بفوائد كتير، يعني بالفيتامين سي، بالفايبرز، بالفايبرز موجود حتى مع الاوميجا 3، غير الفوائد الموجوده في المانجا والبرتقال. ورح نحط قد حاجتنا. بدنا باستا مثل ما شايفين، جزر اكيد، نخلي شوي مشان الجارنش بعد شوي. وبنجيب التونه. احنا الزيت ما بدنا اياه، رح نصفيه على جنب. هلا رح نجيب الدريسنج، نضيف شوي. رح نخلط برويه عشان تبقى السلطه كلها متغطيه، ماسكه متغطيه بالضبط هيك. انه نحضر السلطه، نسلق الباستا بشكل انه تضل عندها قرشه وسلقه زي ما بيقولوا الدنتي بالضبط هيك. رح نسكبها بالصحن اللي حضرناه. احنا شايفين صار عندنا السلطه جاهزه. نحط على الكميه اللي نحن بحاجه لها، التونه الفاخره اللي هي بطعمه الفلفل الحار. اوزعها عليها بشكل، ممكن استخدم الفلفل كمان على الوجه. على قدر ما نحتاج نضيف شويه دريسنج عليها كمان على وجه التونه. رح تعطي لون ورونق، طعمي بنفس الوقت ممزوجه مع كل شيء. طعمه مميز جدا. شو رايك تدوقي هلا الطبق اللي حضرناه؟ اكيد لازم. يلا. اخذ التونه واخذ الباستا. اكيد مع بعضهم. فيها الدريسنج. هيرة هيرة. طعمة المانجا. المانجا مع زيت الزيتون كويسة جدا. بتساوي وبنفس الوقت التونه والباستا عامل لا هيرة. تسلم ايدك. اهلا وسهلا بصحتين. يا ريت تكونوا عجبتكم وصفتنا، ولازم لازم تجربوها، وما تنسوش ان انتوا تشوفوا على الويب سايت عندنا وصفات تانية كتير.